قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بنسبة 2% اليوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024، وذلك في أول اجتماع للجنة السياسات النقدية خلال العام الجديد. أكيد في تفاصيل كتير نحب نناقشها مع دكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي. دكتور هاني، مساء الخير على حضرتك يا فندم. مساء الخير يا فندم، مساء الخير للساده المشاهدين. يعني الحقيقه خلينا كده نقول النهارده انه قرار البنك المركزي والسياسات النقديه النهارده في اجتماعهم وفايده بزياده 2%، وطلعنا على هذا الموضوع وتفاصيله، اتفضل. يا فندم والله القرار طبعا يعني متوقع من جانب الكثير، لا نظرا لاسباب كثيره، اول واحده فيهم طبعا تسارع معدلات التضخم اللي احنا يمكن كلنا حاسين بيها مؤخرا، وانفلات سعر الدولار في السوق الغير الرسمي. تاني حاجة طبعا حضرتك يمكن بالنسبة لبعض المتابعين للشأن الاقتصادي كانوا شايفين ان في معدلات نمو مرتفعة جدا في السيولة. السيولة هنا بنتكلم بمنتهى البساطة عشان ما نعقدش الامور على السادة المشاهدين، هي عبارة عن البنك نوت اللي موجود في جيبنا كلنا وحساباتنا الجارية اللي بنستخدم فيها الديبت كارد نصرف فيها على السلع والخدمات. تمام. معدل السيولة لغاية نوفمبر اللي فات يا فندم 23 ارتفع عن نوفمبر اللي قبله 22 بنسبة تقارب يمكن ال 40%، ده معدل مرتفع جدا ويفسر كتير قوي من الظواهر اللي احنا شايفينها، شراء الذهب والدولار والمضاربة على العقارات وخلافه. فكان البنك المركزي اللي عمله النهارده انه بيرفع الفايدة بحيث يشجع شوية الادخار أكتر منه الاستهلاك والمضاربة على السلع والخدمات. طيب خلينا نسأل برضو أسئلة الناس هتحب تعرفها. زيادة فايدة 2% نستفيد منها بإيه؟ حاجتين يا فندم، اول واحده فيهم ان انا بقلل شويه الطلب على الاقتراض، يعني في ناس كتيره زي ما حضرتك عارفه سواء افراد او شركات او يمكن الحكومه كمان بتقترض نظرا لحاجاتها انها تصرف سواء مواصفات استثماريه او استهلاكيه، لكن ده طبعا بيزيد من اعباء الطلب المحلي والتضخم، ده من جانب. فانا بحاول اقلل شويه النمو في الاقتراض وبالتالي النمو في السيوله. ناحيه ثانيه بشجع المصريين ان هم يدخروا اكتر، يعني يدخروا في البنك في شهادات ممكن بقى طويله الاجل قصيره الاجل، فكل ده من شأنه ان هو يقلل شويه من حركه السيوله في السوق فيخلي معدلات التضخم اللي يمكن كل الشعب المصري اكيد حضرتك عارفه طبعا بيشتكي منها دلوقتي طبعا، فنبتدي نتباطأ شويه، الناس زي ما نقول كده تشم نفسها شويه في التضخم. فطبعا الهدف طبعا نبيل جدا ان احنا عاوزين ننزل التضخم الى مستويات مقبوله بالنسبه لكل مواطن في مصر. طيب هل يعني 2% هل هيكون فيها اجراءات اخرى بعد فتره من البنك المركزي؟ اعتقد يا فندم، اعتقد الاجراءات المهمه جدا ويمكن الناس كلها متابعاها دلوقتي هو توحيد سعر الصرف، واعتقد حتى على المستوى الحكومي في كلام كتير على توحيد سعر الصرف. اعتقد يمكن خلال الايام، طبعا لا نجزم بتوقيت بعينه، يعني ده قرار في الاخر سياسي واقتصادي على مستوى عالي، بس احنا بنتكلم خلال يمكن شهر فبراير، ما اعتقدش ان هو هندخل في شهر مارس او رمضان ان شاء الله ومن غير هذا القرار. هو قرار توحيد سعر الصرف، وهيتم ازاي؟ من وجهه نظري هيبقى في مرونه تدريجيه، يعني ممكن نوصل مثلا لمستويات 35 خلافه 40 تدريجيا وشويه يعني شويه. يعني 35 حضرتك بتتكلم على تعويم للجنيه؟ كلمه تعويم طبعا ممكن يكون تعويم جزئي، جزئي في مرحله انتقاليه. تمام. بمعنى ان حضرتك عارفه ان احنا عندنا شح دولاري دلوقتي، فممكن نتفق مع الصندوق، حضرتك طبعا عارفه في مفاوضات مع الصندوق في طبعًا. نهايتها دلوقتي، ممكن طبعًا. نتفق معاه ان احنا ناخد فتره انتقاليه ما بين التعويم الكامل وما بين التعويم الجزئي تدريجي، يعني تبقى المساله ماشيه بالتدريج بالظبط يا فندم، عشان حتى المواطن ما يحسش بوطأة عاليه جدا للتعويم الكلي. يمكن على اخر السنه او السنه الجايه ننتقل الى تعويم كلي ان شاء الله. هل التدريج ده ممكن يعمل حركه في السعر الموازي؟ يعمل حركه في السعر الموازي لو اتعمل لوحده من غير اجراءات موازيه. بمعنى انا هحرك في البنك المركزي مثلا ل 35 او ل 37، اول حاجه لازم اعملها وعملتها النهارده ان انا كنت رفعت الفايده فهخفف السيوله والضغط، فانا عملت اول خطوه الحمد لله عملناها كويس. تاني حاجه طبعا احنا سامعين كتير عن استثمارات ضخمه ان شاء الله داخله مصر طبعا، فالاستثمارات يعني تعني ان يكون عندك يعني سيوله دولاريه كبيره تقدر تخليك تعمل هذا التوازي. طبعا يا فندم، وهي سهله جدا في التطبيق بتاعها، سهله بمعنى ان انا كمستورد مثلا او كشخص عاوز دولار بروح البنك ما بلاقيش، فبضطر بضغط على السوق السوداء. اللي هيحصل لما تيجي السيوله دي ان انا هروح البنك وهطلب من الشخص اللي بتعامل معاه ان انا يوفر لي دولار وافتح اعتماد، مره واحده هلاقي ان يمكن 50 60% من طلباتي بتتلبى، فيبتدي تلقائيا الطلب على السوق السوداء يقل، هتلاقي حضرتك السوق السوداء نزلت بشكل يمكن
تدريجي الاول وعنيف كل ما السيوله تتوافر لغايه ما ان شاء الله نوحد. يعني خلينا نقول انه لما تبقى السيوله متوفره داخل المركزي هيقدر هو كمان يعمل ضبط اكتر للسوق، وتقدر تعود حركه الاستثمار والتجاره بشكلها الطبيعي يعني على طول، يعني فنقدر ندفع الدنيا لقدام شويه. اكيد يا فندم. عاوز اقول لحضرتك حاجه كمان، ان توحيد سعر الصرف في حد ذاته هو هيجيب دولار، ويمكن حضرتك اكيد اتكلمتي عن ده في برامج كتيره. اول ما نوحد سعر الصرف، الناس اللي كانت بتبيع في السوق السوداء هيقول لك ما انا بكسب في البنك اللي بكسبه في السوق السوداء، والمستثمر اللي مأجل صفقاته عشان مش عارف ينفذ صفقته بأنه سعر هيلاقي ان السعر واحد، هنلاقي ان تلقائيا كل حاجه انضبطت، ومع عروض الدولاري بيتعافى، يعني ان شاء الله يمكن على نص الثاني من السنه يتعافى بقوه باذن الله. طيب ما برضو المواطن هيقول لك يعني هذا الارتفاع الجزئي شويه اللي هيتم ارتفاع جزئي شويه لسعر الجنيه مقابل الدولار، يعني هيفيد في ايه اذا كانت السوق الموازيه اعلى بكتير؟ ما احنا بنقول كده هيفيد بايه؟ ان انا مش هسيب السوق الموازيه زي ما هي. هشتغل عليها يعني. هنشتغل عليها بالتوازي زي ما حضرتك يمكن شفتي خلال اليومين اللي فاتوا، احنا كان السوق الموازي وصل يمكن 71. النهارده وصلنا ل 65. مجرد ما تم الاعلان ان في استثمارات داخله، البنك المركزي رفع الفايده، في انباء عن قرب انتهاء المفاوضات. المواطن على فكره يا فندم من اول 2016 والشركات كمان بقوا عندهم حساسيه شديده جدا للاخبار، وما شاء الله كان الشعب المصري الشعب المصري الحقيقه قاعد مستني خبر البنك المركزي بشكل أكثر كبير، اكتر من يمكن يعني منتخب مصر والكوره وكده ما شاء الله عليه، يعني فهم لا الناس فاهمه كويس، والناس لما تحس ان في ارتياحيه هتلاقي حضرتك الامور بتتفك بسرعه باذن الله. اكيد. دكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي، اشكرك شكرا جزيلا. تفاصيل عن قرار البنك المركزي رفع سعر الفائده بنسبه 2%.